يقول السائل: هل يجوز للرجل السفر من مكة إلى المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يسافر من أجل زيارة القبر، إنما يسافر من أجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ثم تدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر من أجل العبادة، لا يسافر من أجل العبادة إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم.